لا 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 أصل الفكرة معكس بحب واقع الأسرة وكيف ست البيت يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرة أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن مشاهدونا الأعزاء مرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم من برنامج ست البيت وست البيت اليوم من حي الدوحة بمنطقة جبرة منزل الأستاذة رجاء محمد عباس ونتحدث عن الغرس الطيب وتنشئة الأبناء تنشئة دينية سليمة قائمة على حفظ القرآن الكريم. أهلا مرحبا بكم مشاهدينا. أصل الفكرة نعكس بحب واقع الأسرة من حي لحي نتلمى سوا نطرح أفكار نتناقش في حكمة ووقار والتجربة ذات في كل مشوار وهدفنا وطن عامل بالحب مجتمع ومحب مطرب متعاون في الخير مطلع باكر يبقى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل المشاهدي ومتابعي حلقة اليوم من برنامج ست البيت وست البيت اليوم من منطقة جبرة تحديدا في حي الدوحة. نحن واقفين أو حلقتنا اليوم من داخل منزل الأستاذة رجاء عباس بعنوان الغرس الطيب تربية الأبناء على حب القرآن الكريم وكتابه العظيم حفظا وتجويدا. أهلا ومرحبا بكل المشاهدين ويتفضلوا إلى تفاصيل حلقة اليوم. السلام عليكم. كيف يا استاذ رجاء؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. تسلم ان شاء الله. كيف صحتك؟ ان شاء الله طيبين. تسلم ان شاء الله. يديك العافيه انت كمان. تسلمي كثير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا. تسلمي. من حي لحي نتلمى سوا نطرح افكار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أرحب بقناة طيبة وببرنامج ست البيت البرنامج الجميل الناجح اللي أصبح يعني محبة كل الأسر. وأرحب بالتيم العامل والمخرج وكل العاملين وكل من زارني في بيتي ترحاب يعني أسأل الله يكون يلغي بمغامهم والحلقة تكون حلقة مثمرة وحلقة جميلة ويستفيد الكل يا رب العالمين. يعني تكون يعني كل ما حنقدمه في الحلقة دي نبتغي به وجه الله ولا يكون رياء ولا سمعة. كل الهدف إنه البرنامج كل ما نقدمه فيه بإذن الله يصل للجميع ويكون يعني كلام مفيد وكلام جميل والكل يستفيد منه بإذن الله. وده ما نبتقيه أكيد أستاذ رجاء وإن شاء الله حنصله في نهاية هذه الحلقة. أنا سعيدة كمان كثير اليوم نكون في حضرتك وفي منزلك العامر دائما وأبدا إن شاء الله. أستاذ رجاء محمد عباس سعيدين كثير اليوم باستضافتك لبرنامج ست البيت حقيقة وباستضافتنا لك في حلقتنا اليوم. أستاذ رجاء والموطن الأصلي جزيرة توتي ولكن الميلاد كان غير توتي رغم أنه يبعد بعض الأمتار من توتي. خلينا نتكلم عن هذا الميلاد المتميز لكل الناس يمكن حيتفاجئوا اليوم. أحكي لنا القصة دي. سبحان الله ميلاد متفرد وربما يكون مفاجأة للبعض. في الخمسينات أو قبل الخمسينات أنا اتولدت في الستينات لكن القصر الجمهوري كان يعني فيه بعض المساكن اللي هي الرئيس والمحاسب مفتش البساتين ويعني مجموعة من الناس اللي هي كانت بتساعد يعني اكشوالي عمليا في يعني قيادة القصر وإنه يصير ويليق بمقام قصر.
فحد يعني حديقه القصر كانت حديقه مميزه وحديقه كبيره. وابوي كان باش مفتش البساتين اللي هو مسؤول من اللي كان في زيت، ويعتبر يعني نقطه كده بسيطه او بيقول لها شنو تجمع او مركز او يعني ما بقدر اقول مصلحه كامله، ولكن جزء يعني لا يتجزا من مصلحه. كان مسؤول من حدائق القصر كلها، وحتى يعني كانت حدائق منتجه في يومها، يعني ده هم من مولدي لانها كانت بتولد ورود بتصدر لانجلترا. حتى كان يعني الملكه زارت القصر، ويعني كان من اول الحتات اللي كانت شاداها، كانت عايزه يعني تتفرج وتشوف الورود والأيوة الوردة كان بيصدر لإنجلترا. نعم سبحان الله. دي من المفارقات. أيوة أنا زاد بكل يعني. شهر الجاي وحنشتري ورد سبحان الله. يا سلام جميل. وحقيقة نحن يعني حتى الداخل إلى منزل أستاذ رجاء بيلاحظ اهتمامها بالنباتات وبالزهور، ومنظر جميل جدا يعني في البداية قدام البوابة كده وكحديقة مسقرة، وده يدل على انه هي فعلا اتربت ونشات في بيئه محبه للخضره وللبساتين ومهتمه بالمساله في القصر الجمهوري. صحيح. انا ابوي كان ساكن في وقتها في القصر الجمهوري، كنا بنتمتع بمنزل يعني مديانا له حكومه السودان، لانه ابوي كان انسان منتج، يعني كان لازم يكون يعني راعي كل راعي كل الجناينيه في وقتها زي ما بقولوا، كل صحيح. الموظفين اللي كانوا انفولد في الشغلانيه بتاعه الانتاج بتاع الحديقه وكده. وارتبطت الحاجه دي بميلادك، يعني اكثر ما يميز المساله دي الميلاد بالقصر الجمهوري، دي برضه حاجه بنحييك عليها. زي ما قلت زي ما لاحظتي اسال الله من المنطلق ده، انا بناشد كل سوداني يا ريت يدع البلاستيك اللي في بيته. صحيح. والناس تعود للطبيعه من جديد. تعود للطبيعه. أو حتى لو زهرة واحدة زهرة واحدة، وأبوي زراعي وزوجي زراعي برضو. جميل. يعني حتى لو وردة زهرة شتلة واحدة أجمل من أنك أنت تطلع تمشي على السوق الشعبي ولا تمشي على وين عشان تجيب يعني لك بس التجار التجار بتاع البلاستيك هيزعل مني. أيوة يعني مو يعني النباتات بالذات يعني حتى يعني لو عوضوها لنا بالشتولة الجميلة ولا بتكون حاجة جميلة. وزهرة برضو يستشعر فيها، انت لاحظي كل صفقة بتسبح. صحيح صحيح سبحان كل الله. كل طينة بتسبح وكل موية بتسبح. دي رسالة قوية جدا في بداية حلقة اليوم، بانه الناس تعود مرة أخرى للطبيعة، ويعني تصطيد عن الأسايس والزهور الاصطناعية. نعم. للطبيعة، خاصة انه ربنا حبانا بمياه وفيرة، مياه النيل. نعم. وتربة خصبة جدا، يعني كل النباتات ممكن. نعم. تنمو فيها الحمد. نعم. لله. من القصر الجمهوري والانتقال للولاية الشمالية تحديدا. نعم. في مروي. نعم. أستاذ رجاء وذكرياتك في الشمالية وفي مروي. جميلة جميلة لأنه برضو حكومة السودان يعني بتدي الباش مفتش رحمه الله تعالى ابوي العزيز الله يرحمه ويرحم والدينا وامي ويرحم كل موتى المسلمين، يعني برضه بتديك وسط المزرعه لانك انت انسان منتج، حتصدر مانجا للسعوديه، حتصدر نخيل يا ابو ظبي، حتصدر يعني انت انسان منتج. وفي وقتها انا ما بنسى يعني ابوي كان باش مفتش البساتين يا محمد عباس ذكر غرش، وكان المرحوم عوضه كان يعني مدير مصنع تعليب الخضر والفاكهه بكريمه. يا سلام. بنعلب يعني بنصدر صلصه، بنصدر فواكه معلبه، بنصدر مشروبات معلبه، بنصدر تمور معلبه زي اللي بيجيبوها لنا من المصري من السعوديه. والله يا جماعه يا شباب اللي حتحضروا الحلقه دي، والله اذا كان حاصل في السودان وفي الولايات الشماليه بنصدر فول مصنع كريم. يعني احنا ما عرفنا ناكل الفول البني او الفول الجاف ولا البلح الجاف الا لما جينا الخرطوم. نعم. يعني الناس عاشت حياه جميله جميله جميله، يعني سبحان الله رب العالمين. نسال الله صلاه العلي العظيم رب العرش العظيم يعني الرزاق الكريم. نعم. يعيد كل الارزاق الجميله دي. حتى فعديت في الشماليه وقت جميل جدا مع ابوي تحت اشجار الجميز والزونيا واشجار المانجا وحضرنا النخيل والنخيل والاحتفاءات الجميله للحصاد، حصاد القمح وبالطنبور، طنبور اهلنا الشوايق الطيبين. صحيح. ومنها لحلفه الجديده. نعم. عدينا اجمل الوقت برضو مع اهلنا الحلفاويين، برضو ابوي كان في الله يرحمه في المؤسسه الزراعيه. وبعدها دي كلها حاجات طبعا لها الاثر النفسي في التعامل. صحيح. مع الناس. صحيح. التعامل مع الاجيال الاكبر منك او اصغر منك. يعني الواحد ما بيتكلم عن نفسه، لكن يعني
الانتقالات دي لأثرها الكبير يعني فينا تخليك إنسان يعني متواصل مع كل نعم الناس الحمد لله وتتعرف على نعم ثقافات مختلفة. السبعينات كان ثورة المرحوم الرئيس نميري وجينا نعم استغرينا في الخرطوم أبي كان باش مفتش البساتين في المقرن استغرينا يعني ما عدت سنين وتزوجت زراعي نعم وانتقلت معايا لمصانع السكر. على فكره وانت مع يعني بصحبه الوالد كانت الانتقالات لو لاحظتي قريبه جدا من بعض يعني في الخرطوم هنا نعم من الغصر الجمهوري نعم ومشيتوا ولايات في السودان وجيتوا راجعين لمنطقه الخرطوم. المقرن نعم يعني انتوا قريبين من توتي في كل الاحوال يعني وانت أيوة في الخرطوم كنتوا قريبين نعم من توتي الاسر معنا ابوي صحيح يعني كان جدي كان في الملازمين لظروف سياسيه وابوي كان برضه في الصافيه لكن توتي هي يعني توتي هي يعني الزول الروتس والجذور نعم نعم الجزور. الدراسة ولما تكونوا ما مستقرين في مكان أكيد يعني ارتبطت أكيد الوسطى بمنطقة محددة الثانوية نعم بمنطقة الابتدائي الوسطى صعبتها علي يا ربنا الثانوي العام الثانوي العام لا والله الأولية يعني طيبة الأولية مروي الأولية مروي الأولية والوسطى جزء في الكاملين وجزء عديته في الخرطوم بحري والمدرسة الثانوية العليا أم درمان الثانوية العريقة نعم ورحم الله أساتذتي كلهم كل من علمني حرفا والجامعة بعد ما تزوجت يعني الجامعة كانت معون من النسب الجميل والزوج الجميل والأهل الأهل يعني ما حد أذكرهم عنه ده أجيبهم لكن وقفوا معي وقفة صامدة في أنه أنا أتعلم تعليمي الدنيوي نعم واتعلمت وقريت جامعة السودان احنا كنا اول دفعة خرجت جامعة السودان عام 1990 كان هو درسنا على معهد كلية تكنولوجيا نعم اتخرجنا اول دفعة خرجت بالـ MIS Management Information System والحمد لله انا قريت الجامعة وانا وكانت في وقتها حاجة نادرة انت متزوجة كنت في فترة الجامعة ويعني ساعدني زوجي كثير من النساء يمكن فترة نعم الجامعة تمر عليهم والواحدة يكون عندها مسؤوليات نعم, نعم في الوقت ذاك بالذات صحيح كانت حالة شوية شاذة لكن يعني ذلك الفضل من الله الحمد لله رب العالمين بمعون النسب الجميل والأهل الطيبين اللي وقفوا معي وقفة صامدة وكنت في وقتها كان نذر أنه أنا لو أتممت دراستي الجامعية أملك كل الوقت الأكاديمي للتعليم القرآن الحمد لله رب العالمين يعني وربنا يعني الحمد لله في المصانع اجتهدت لكن لما جيت استغريت في منزلي ربنا وفقني يعني كنت بتمنى انه اكون جنب مسجد او مركز وانا استغريت في بيتي سمعت انه حيبنى مسجد فسالنا الله انه يكون مسجد يعني جد يقدم لنا وهو المسجد المشهور صحيح وهو شيخنا الشيخ عبد الحي يوسف بيقول ما تقولوا مسجد الشيخ عبد الحي يوسف بيقول يعني هو سماه خاتم المرسلين تواضع منه ربنا يعني يعطيه لنا العافية وكل ما قدموا ما قدموا لنا المركز مركز الدوحة لتحفيظ النساء يعني أنا بالرغم من التعليم الجامعي كله أنا ما يعني ما أختشي إن أنا بدأت بالفاتحة كان لي قفير رحمه الله ببركة في سكر سنار اجتهد معاي في التجويد واجتهد معاي في إنه يلغينا وصديقة حميمة رحمها الله منيرة كنا بدينا مشوارنا مع بعض وثاني بديت مع صديقاتي اليوم كانوا زاروني نعم وهنا كان عندنا الشيخ الصيد الله يرحمه نعم كان عملت لنا يعني زي خلوة صغيرة وتوفت نعم وجينا شيخة حياة آدم الله يرحمه هي أول مؤسسة يعني للمركز وكنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا أنه ساعدناها بدينا بفاتحة الكتاب وربنا أكرمنا كرم كبير جدا 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 يعني لحد ما الآن أنا الحمد لله في قسم الإجازة ربنا أسأل الله ربنا يوفقنا ويكون القرآن يعني عمل لنا ويكون القرآن يعني ما أنا حفظته أنت حفظتي صحيح وأكيد يعني حفظك القرآن الكريم هو امتداد أكيد لأجيال وأكيد أنت يعني من خلال وجود أحفادك ومن خلال وجود أبنائك في المنزل معك أكيد يعني أنت ساعية في طريق أنك تحفظيهم في طريق أنك تحببيهم لحفظ القرآن وتطبيقه في حياتهم عمليا أنت خشيتي معنا أستاذ الرجاء مباشرة في تفاصيل حلقتنا اليوم اللي هو بعنوان القرص الطيب ما ننسى كمان محطة رئيسية في حياة الأستاذ الرجاء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية امتدت لثلاث سنوات ودي برضو كمان سنوات ما سهلة أكيد بعيدة عن أرض الوطن بعيدة من المنطقة العربية بشكل عام نعم ده أكتر فترة بالرغم أنه يعني أمريكا أنت جيت وعايز تتفسح في العمر ذاك في التاشرات يعني زي صحيح لكن كنت حريصة كل الحرص أنه أنا
كل فرد ألاقيه ولازم أوري. يعني محبة القرآن نشارك عليها. جميل. لازم توريهم الحاصل. جميل. نحن من خلال حديثك الجميل الطيب ده ومحورنا دي إن شاء الله هنبدأ موضوع حلقتنا عقب هذا الفاصل مع كل مشاهدي ومتابعي حلقتنا اليوم، وحتنضم لنا الأستاذة العالية البيلي عقب هذا الفاصل. متابعة طيبة وشيقة نتمنى عليكم. يا نبض البيت تنهض بالبيت قيمة وقدرات. اهلا ومرحبا بكم كل مشاهدي ومتابعي حلقه اليوم من برنامج ست البيت نبض البيت، وما زلنا بنتواصل معكم من منزل الاستاذ رجاء محمد عباس، وانضمت لنا الان الاستاذه العاليه البيلي. اهلا ومرحبا بك كثير استاذه العاليه. اهلا ومرحبا بك اختي ندى، واسمحي لي عبرك احيي قناه طيب الفضائيه وكل التيم العامل في برنامج ست البيت وكل البرامج، وحقيقة يعني قناة متميزة وبرنامج ست البيت يعني برنامج ما شاء الله يعني أخذ رواج وأخذ سمعة طيبة الحمد لله. نسأل الله أنه يتقبل منكم ويجعل أمين. كل هذا العمل في موازين الحسنات إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. حبابكم كثير ومرحب من جديد برضو بالأستاذ رجاء محمد عباس. وعنوان حلقتنا اليوم الغرس الطيب وتربية الأبناء على القرآن الكريم وتحبيب يعني أو يعني كيف نحن نخليهم مرتبطين بكتابه العظيم. نبدأ من عندك أستاذة العالية ونتحدث عن أهمية الغرس الطيب للغيم والسلوك بالنسبة للأبناء سواء كانوا أطفال أو شباب. في البداية اسمح لي أختي ندى، يعني الغرس الطيب سبحان الله هو يمكن اسم لبرنامج أو مشروع في جمعية القرآن الكريم لتحفيظ العشر الأخير مسمينه الغرس الطيب. نعم. حتى ممرحل يعني بذرة الطيبة وسنبلة الخير والرفعة. جميل جدا إنه نسمي تربيتنا للأبناء بهذا الاسم الجميل الغرس الطيب. نعم. وفعلا هو غرس، يعني أنت الأبناء ديلا زي الزرع، الزرع هسه لو داير شروط عشان هو ينتج لك ويكون مثمر وكذا، يعني بيئة التربة الزور الواقف عليه، كذلك الأبناء هم غرسنا في الدنيا. فهذا الغرس إذا لقى رعاية وعناية من الأبوين والبيئة المحيطة به حيجيب لنا ثمار طيبة. صحيح. غير ذلك حيكون الثمر ما حنجني ثمار طيبة وقد يموت الزرع وهكذا. نعم. القرآن الكريم سبحان الله هو كتاب يحوي تفاصيل التفاصيل لحياتنا، أنا ما بقول من الميلاد، من قبل الميلاد. نعم. إلى أنة اللحد وإلى ما بعد الممات، يعني من قبل الميلاد إلى ما بعد الممات. من قبل الميلاد كيف؟ اللي من اختيار الأبوين. أنا من الأول يعني الأم عليها أن تختار الزوج الصالح لأبنائها. نعم. والأب كذلك يختار الزوجة الصالحة لأبنائه. نعم. بعد ما يجتمعوا الاثنين وجد طفل، ففي سبحان الله القرآن يعني الآيات بتوصي هؤلاء الأبوين بالطفل في الأحشاء ولسه ما طلع للدنيا، هنالك الوصية للأب إنه كيف يعامل هذه الزوجة وينفق عليها وكذا. أول ما يولد الطفل سبحان الله هو أصلا قال لك يعني يولد على الفطرة. نعم. يعني سبحان الله الطفل يولد على الفطرة كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم إنه أبوين وبعد ذلك هما إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. صحيح. فبتبقى التربية بيقول لك من عمر يوم لخمس سنوات. نعم. والآن في العالم بيقولوا التربية، الصينيين بيقولوا التربية بيبدوا يعودوا الأطفال على الأشياء اللي هم دارينهم لها من أثناء الحمل. نعم. فبنلاقي حتى في مراكز تحفيظ القرآن سبحان الله الأمة اللي بتستمع للقرآن أثناء الحمل والطفل اللي بينشأ في الحلقة بتاعة القرآن هو مختلف، والحاجات دي فيها تجارب كثيرة يعني عملية سبحان الله شهدناها وشفناها. نعم. فبتبقى نحن نربي الطفل على تعاليم القرآن الكريم وعلى حب القرآن الكريم. طبعا هو من عمر يوم لغاية خمسة سنة دي في فترة هو لا يعي يعني هذه الأشياء، لكن سبحان الله يعني تخزن في ذاكرته. إذا كانت الأم يعني ترتل القرآن تتعامل بهذا القرآن يأثر في التنشئة. فبنلقى نحن غضوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معاملته للأطفال، يعني ما كان بيقابلهم بالابتسام، كلها رحمة كلها كانت رحمة. صحيح. فتبقى مسألتين يعني حتى الصلاة اللي هي من أركان الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم شوف التدرج فيها. أمروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر، من سبعة سنة دي انت لغاية شوفي ثلاثة سنوات هي شنو أمر. صحيح. حتى التشدد الضرب مثلا في ناس تلقوا عمره خمسة سنة هو بتصر عليه ويضربوه لازم تصلي، لا سبع سنوات أمر 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 ولغاية بعد العشر الضرب. بنلقى أفضل ما في التربية هو القدوة الصالحة. نعم. يعني الأم والأب يتمثل القرآن في سلوكهم هم ذاتهم في تعاملهم مع أبنائهم، فبذلك هم بينشأوا
صالحين. بالنسبة للأم والأب للأم زي ما ذكرتي أنه مفروض الاختيار يكون اختيار سليم منذ البدايات يعني نعم. علشان ما يربوا أبنائهم تربية صحيحة وتربية سوية. أستاذ رجاء دور الأم أحيانا قد يكون الزوج مشغول وبعيد عن الأسرة، أحيانا قد يكون متوفي، أحيانا قد يكون مغترب لمشغوليات الحياة وظروفها قد يتغيب الزوج، والأم هي ما بنقول الأم بس يعني بأبنائها حتى بوجود أحفادها سواء معها في المنزل أو في أي مكان وزيارات المستمرة لها خلال الأسبوع، يعني دور الأم أو الجدة يعني في تحبيب أبنائها للقرآن الكريم. والله ده دور هو ما صعب، ما صعب يعني لازم لازم مهما كان من تطور ومن يعني كل إنسان ما بيكذب إنه هو بيحب يعني أبنائه يتعلموا ويتطوروا ويتعلموا اللغات ويتعلموا ويتعلموا، لكن بكل بساطة يعني أنا ما أنسى إنه يعني بس مرة ربنا ألهمني إنه عندي بنتي الصغيرة عايزة تفتح الموبايل بتاعه وكده وقمت يعني كانت هي في الفترة السنة والعالي ده وقمت بس قلت لها تخيلوا يا جماعة، وكان أحفادي قاعدين كلهم أنت لو ما قريت الكتالوج حتبوظ الجهاز والله المثل الأعلى، إحنا خلقنا الله كتالوجنا شنو نزل معانا القرآن صح أو نزل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بالتالي أنا من المنطلق ده طالما ربنا يعني أراد وخدتاني في الحتة دي يعني جد 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 أنا بتمنى كل إنسان يستشعر إنه آلة صراحة. والله كل الأمراض اللي بتصيبنا ما ننكر نسبة لأننا استعملنا نفسنا بدون كتالوج ببساطة شديدة، تشبيه أيوة تشبيه والله المثل الأعلى وللقرآن يعني ما في نسبة صحيح. طبعا بين الآلة ولا بين المولى عز وجل صحيح. ولا بين القرآن والكتالوج، لكن دي بتقرب لك للشباب صحيح. يتخيل بمجرد ما تقول لهم الكلام وإن أنت حبوظ حبوظ صحيح. والله العظيم ما لم ويحصل الفعل على الطريق القوي نعم نعم صحيح. يعني أنت دي واحدة، الثانية أنت أبنائك بالنسبة للأب أو الأم والله الصعوبة ما بتنفع إلا خلاص لما تضطر. اتذكر إنه ما في تخلي أكثر من فرعون ما في يعني في سورة طه المولى عز وجل يعني سبحان الله لما اتخاطب موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ما طغيان ما تبقى لي في زي ما قال أمشوا بسيفكم ولا أمشي عليه ونبز ولا لا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأنا القول اللين أو الحديث اللين أو التخاطب الجميل اللين، وفي سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صحيح. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى، وفي سورة البقرة ليس عليك هداهم سبحان الله يعني القرآن كله هداية والقرآن كله جمال والقرآن كله أي آية أنت بتحاول توصلها من القلب للقلب صحيح من القلب للقلب دي مهمة، العمل ثم العمل ثم العمل نعم. يعني أنا صح في الإجازة وكل شيء لكن عندي شيخاتي إن شاء الله يكون اللي أي آية نطقتها ولا أي حرف نطقته ما يكون صح إن شاء الله الشيخ العالي برضو موجودة لكن بس الله إن يعني الناس بالسهولة الشديدة والجمال الشديد لكتاب الله دي نقطتين يعني النقطة الثالثة والله يا جماعة لكن لو نشأونا ما بنكر يعني ربونا كل شيء والله بالجميل وأي شيء ونحن ناس عجبوني الليلة جو لكن لو نشأونا إنه حروف القرآن بتتغنى يعني التجويد فيه حاجة اسمها الصفات يشهد الله لو نشأت ابنك عليها من الوقت اللي بيعرفوا يمسكوا ويسمعوا الأغاني ويسمعوا الكده ويسمعوا ما هي دراسة سابقا كانت أصلا مرتبطة بالخلوة وبحفظ القرآن الكريم وحتى الشعراء يعني السودانيين الكتب أجمل صحيح الأشعار السودانية هم من قراء الخلوة من حفظة القرآن الكريم ما في شك صحيح ما في شك لكن التأثير بتاع الصفات صفات كل حرف عنده 5 صفات وفي حروف عندها 7 صفير أزيز تشتت يعني استطالة للضاد ما في حرف في اللغة كل لغات العالم صحيح ما عندها ضاد لو حببونا في حروفنا ده أول شيء وكيف هي صفاته وكيف دي ننطقها وكيف الأمور دي لو نحن دخلت في دواخلنا عشان نحن ندخلها جوابنا
والله العظيم التربية تبدا حلوة وما بيكون في اي مشاكل وما في صعوبة. شنو؟ أيوة. ما في صعوبة. هو راهو بيجي على القرآن. اولاد الزمن ده كمان استاذة رجاء واستاذة العالية يعني في ما نقول نفور ولكن هم بعيدين بسبب العولمة بسبب تداخلات كثيرة جدا يعني من ثقافات يعني وافدة علينا، لكن نحن من خلال متابعاتهم حتى القنوات الفضائية يعني تحت الاطفال دي، لكن نحن كيف نحببهم في قصص الانبياء سيرة النبوية غيرها، كيف تكون الطرق مثلا الأمثل؟ والله سبحان الله هو القرآن يعني قال لك يصلح لكل زمان ومكان. صحيح. وأسي الحمد لله يعني يعني في مراكز في مواقع هي مواكبة. نعم. لهذا التطور يعني ممكن يكون يعني أنا لقيت تطبيق جميل جدا تحفيظ جزء عمل الأطفال برسوم كرتونية. فنحن برضو ممكن نحاول، يمكن احنا فعلا نحن كأمة مسلمة مش نحن في السودان بس. نعم. لكن كأمة مسلمة عامة حتى أفلام الكرتونية هي ما مختبسة من السيرة النبوية، بل بالعكس هي هدامة، هي تهدم كل القيم، يعني أغلبها بيهدم القيم الإسلامية وما بيراعي شرعنا والأشياء فيها. لكن احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه تنهض الأمة ويكون عندنا أفلام مسلسلات للأطفال يعني تغرس فيهم هذه القيم النبيلة، والأطفال الصحابة زمان يعني عندنا يعني أمثلة كثيرة جدا لا حصر لها. صحيح. لكن برضو الموجود فيه قصص جميلة وشيقة. نعم. يعني لو هم اطلعوا عليها ممكن يعني يحفظوها. نعم. عن ظهر قلب ويطبقوها في حياتهم. ونماذج حية هي مش كرتونية. صحيح. ولا خيالية. صحيح. لا هي نماذج حية للتاريخ الإسلامي. صحيح. من الواقع لأطفال كيف هم يعني كانوا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين. لكن أنا برضو بشير لأنه زي ما قلت لك الآن ممكن يكون الآيفون ده فيه قرآن آيات يعني، ونحاول الأطفال بس تكون قراءة صحيحة يعني ما نحفظهم خطأ، لأن يمكن نحن ناس كثيرين بيعانوا من الحفظ الزمان، الناس ما كان في اهتمام بالتجويد. نعم. وصعب جدا إنك الحاجة بعد ما حفظتها ثاني تغيرها يعني، لكن برضو بفتكر إنه الآن فيه متاح. المسألة دي متاحة بس نحن كيف نحبب أطفالنا وبالترغيب زي ما قالت أستاذة رجاء، ما بالترهيب بالترغيب يعني يا شاطر لو حفظت أنا بعمل لك كده. وأنا دارة أقول والله في الحتة دي يعني نصيحة لكل الأمهات والآباء وعن تجربة. نعم. أكثر أطفالك يعني تعلقا بكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظا له ومدارسة له هو أكثرهم تفوق علميا. صحيح. وتفوق أخلاقي. صحيح. وزيادة على كده مرزق في المال. سبحان أنا لاحظت المسألة دي أكثر واحد فيهم مرتبط بالقرآن الكريم وبيحرص على ورده ما بي ما بي ما بي يعني يفرط فيه مهما كان مرزق منه صغير. صحيح. وأكاديمي متميز وخطيب بارئ متفوق. فإحنا دايرين شنو غير كده يعني؟ ولا حاجة والله إن شاء الله. فعلا رسالة كده لكل الأمهات اللي واحدة اللي بتقول لك ما عندي زمن عشان أقعد مع أطفالي أو أقريهم وأحفظهم قرآن كريم وأحكي لهم قصص وغيرها، وخاصة إنك يعني أستاذة رجاء ما شاء الله يعني بتحكي لأحفادك ومتواصلة معهم، هم ما معك في البيت لكن يعني متواصلة معهم عبر التلفون عبر القصص. نعم. وغيرها يعني والتجويد. نعم. والقراءة القرآن الكريم. نعم. والله. رسالة للأمهات. فضل من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما بك من نعمة فمن الله. صحيح. يعني الحمد لله رب العالمين يعني دي أمور توفيقية. نعم. بالدعاء بتجي، وأنا بناشد كل الأمهات والله يلجوا للدعاء أكثر من الكلام. لو عندك طريقة يعني كلامك يكون من كلام الله يكون أفضل لك، لأنه ما في حجة. صحيح. لما تقولي النار والجنة برضو ما في حجة. هاي. وبعدين سيقول لهم الله عايزين تفاح وعايزين عنب يعني تقدر تجذبين الجنة فيها تفاح وفيها العنب يا جماعة وفيها حاجات بسيطة يعني وجميلة وحلوة. جوك بالشكلين أنا هعمل ليه ذكريه يوسف مع يعني مع أخوانه لما شاكل ولما رماه في البير، أقعب حاجة لما رمى في البير دي نزغة شيطان. ذكريهم إنه لو صاحبت زول الصاحب للصاحب في القرآن في سورة الزخرف، الخل الخل في الأصل عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بخاف إنه بيكون عارف إنه أمه دي قالت له الخليل عدو إلا المتقين. صحيح. يعني صاحب أنت في وقت بتاع في الجامعة ما نبهك للصلاة أو جاي يقرأ معاك ما نبهك خصوصا الصورة دي للشباب صعبة صراحة الآية دي. صحيح. في سورة الزخرف. لكن زي ما قلتي لما الواحد يجيهم بالتي أحسن وبلغة اليوم بلغة العصر أكيد بيلقى قبول كبير جدا منه. أقرب اليوم عشان يقربوا مني. ربنا يحفظ لي تحفادك أولادك إن شاء الله أستاذ رجاء. أستاذ العالية شكرا لكم كثير. ربنا يحفظ لكم أبنائكم كمان إن شاء الله يا رب، وتكونوا غدوة ونموذج أنتم الليلة لكل الأمهات ستات البيوت اللي بتابعونا الآن. نسأل الله نكون غدوة ما يكون سمعة ولا رياء. آمين.
امين كل ما بنبتغي وجه الله نكون وصلنا رساله جميله تساعد يعني اكيد. شكرا لكم كثير استاذ رجاء محمد عباس، شكرا على كرم الضيافه والاستقبال الجميل، شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا عبر حلقه اليوم من برنامج سيره البيت، حتى جديد الملتقى في امان الله. اصل الفكره نعكس بحب واقع الاسره، من حي لحي نتلم سوا نطرح افكار، نتناقش في حكمه ووقار، والتجربه ذات في كل مشوار، وهدفنا وطن عامر بالحب، مجتمع ومحب وكرام وتعاون في الخير، مطلع